فالناس اللي بتعشق السبايسي الوصفه دي هيحبوها جدا ومش هيبطلوا يعملوها، والناس اللي ما بتحبش السبايسي ممكن ندي بدايل ان هم يعملوها وما تبقاش حاميه عليك. طيب الفراخ الاسيوي اللي احنا عاملينها النهارده عباره عن ايه يا رغده؟ معانا تلات وراك فراخ مخليين بالشكل ده كده، متشال العظم بتاعهم ومحتفظه بالجلد بالمنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب طبعا ممكن تقللي او تزودي على حسب اللي انت عايزاه. معانا ايه كمان؟ تتبيله الفراخ بقى نفسها بتقول ايه؟ 3 معالق كبار صويا صوص، 3 معالق كبار خل بلسمك، ومعايا شويه من الزيت، ومعايا زعفران بودر وبهارات فراخ وكركم وملح وفلفل اسود. ده اللي معايا للتتبيله. ادي هنحطها كده على بعضها، الزعفران البودر او اللون الاصفر انا مش هحط منه كتير، يا دوب هي حاجات بسيطه كده، خل البلسمك والصويا صوص. ونخلي بالنا واحنا بنحط الملح والكلام ده كله ان الخل البلسمك والصويا صوص بيبقوا اصلا حادقين. وادي الفلفل الاسود، وادي شويه الزيت، وحاطه جريل بيسخن على النار علشان ابدا ان انا اسوي الفراخ فيه على طول. طيب معانا ايه كمان يا رغده؟ الصوص بتاعنا بقى اللي بعد ما تسوي الفراخ هتنقعيه فيه على التقديم على طول بيتكون من ايه؟ معلقتين كبار من الثوم المفروم، معلقتين كبار فلفل حامي مفروم، حزمة كزبرة مفرومة ناعم، 3 معالق كبار من السكر، وربع كوباية من السمسم الأبيض، ومعايا شوية خل، ومعايا كشمير الفلفل الحار اللي هو ده. ده كشمير الفلفل الحار، ده نوع من أنواع التوابل الهندي بتبقى حامية قوي وبتديني لون محمر شوية كده، هو اسمه كده كشمير الفلفل الحار. طب نونة ده لو مش موجود عندي أقدر أجيب إيه؟ عندك بقى ورشستر صوص، عندك مثلا ممكن نجيب الفلفل الأحمر اللي هو الأرناؤوطي دوت المطحون ونقلبه مع شوية زيت ورشة ملح، أي حاجة أنت عايزاها ومتاحة عندك استخدميها. أنا عشان لقيت عندي كشمير الفلفل الحار، دي من التوابل الهندية اللي أنا كنت جايباها قبل كده من عند يوكا، فاستخدمته بصراحة بيديني نتيجة في منتهى الجمال، بس نار 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 نار. طيب الفراخ كده اتبلت، وبصوا لونها أصلا عامل ازاي، شايفين منظر الفراخ عاملة ازاي. عندي جريل على النار وهبدأ ان انا ادي الفراخ بتاعتنا صدمة. بسم الله، هنزل على الناحية اللي فيها الجلد، الوك عندي الجريل سخنة قوي سامعين، وهبدأ ان انا اعمل كده بسم الله. وما قلبهاش ولا حركها خالص الا لما تبدأ تتشمع وتفك لوحدها. ماسكة الطاسة اهي او الجريل بعمل كده، ادام ما اتحركتش معايا بسهولة يبقى انا مش هحركها بايدي، ادام ما راحتش وجات معايا بسهولة يبقى انا مش هشيلها واحركها بايدي. ليه؟ معنى كده ان هي الجلد بتاعها لسه ما تشمعش ولسه ما استويش. هسيبها حوالي دقيقة او دقيقتين وارجع احركها كده، اتحركت معايا بسهولة هقلبها الناحية. هطلع الفراخ بتاعتنا كده بسم الله. هسيب ده شوية كمان علشان دوت محطوط اخر واحد فعايزاه يستوي شوية حبة في الهنا. طيب التتبيلة بتاعت الفراخ كانت عبارة عن ايه يا رغدة؟ يلا مع بعض كده. يلا بينا. ننزلها مع بعض كده او انا هقولها. طب واحنا شغالين يلا التتبيله معانا على الهوا. 3 معالق كبار صويا صوص، الصوص نفسه دي تتبيله الفراخ نفسها اللي تبلنا بيها الفراخ وحطيناها على النار. الصوص نفسه بقى عباره عن ايه؟ معلقتين كبار ثوم مفروم، ومعلقتين كبار فلفل حامي مفروم، كزبره مفرومه، وحبه من السكر كده معلقتين كبار مثلا، وشويه السمسم، ومعايا حبه خل، وادي الكشمير الفلفل الحار، وهنحط ملح، وهحط على كل ده زيت علشان يمشيلي الدنيا بتاعتي الجميله دي، ونشوف شكلها لما يتحط عليها الزيت هتبقى عامله ازاي. بسم الله.
بصوا المنظر، اللهم بارك. بصوا شكل التتبيله، شايفين الشكل عامل ازاي؟ ادي التتبيله الاسيويه اللي هينزل عليها الفراخ. طيب بسم الله، دقيقة ونقلبها. هجيب بلانشة كده، ادي التتبيلة بتاعتنا اهي، وهبدأ ان انا اجيب بلانشة كده علشان اقطع الفراخ بطريقة معينة، عبارة عن سلايزات رفيعة كده، عشان ابدأ ارصها كل ورك منهم في طبق، كل ورك في طبق، علشان انزل عليه بعد كده بالصوص اللي احنا عاملينه ده، اللي هو عبارة عن السمسم وكشمير الفلفل الحامي والثوم وشوية الزيت وحبة الخل، ينزلوا بعد كده عليهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة نار، بس طبعا الفراخ اهي مستوية. بالشكل ده كده، عندي الورك اللي فاضل هنقطعه. الطبق التالت اللي زي ده فين يا رغدة؟ بقول لك يا فرح لسه هدى كانت جايبه فيه البطاطس، عرفتي بقى. بسم الله. ده طبعا عشان سخن قوي هروح طبعا نعمل كده. الطبق التالت يا شباب، يلا بينا. هبدا ان انا امسك كده وازحزح شويه كده عشان هحط بطاطس محمره في الجنب بالشكل ده كده، وبعد كده هيتحط الصوص عليه. هوريكم شكل الصوص دلوقتي هيبقى عامل ازاي. الطبق التالت، الصوص نفسه يا جماعه والله العظيم ريحته تحفه تحفه تحفه. بسم الله. بصوا بقى هنعمل ايه، نجيب كده معلقه او كبشه كده، بصوا بقى كده. بسم الله. اللي عايزه الطبق التالت والبطاطس المحمره. الصوص ده لو جربتوه مره مش هتبطلوا، حتى لو انتوا مش عاملينه مع فراخ هتبقوا عايزين ان هو تدخلوه في اي حاجه. البطاطس بقى يا شباب. بسم الله. عايزه بقى تقدميه جنب مكرونه، عايزه تقدميه جنب بطاطس محمره، حبه بطاطس شيبسي، ايا كان اللي انت عايزاه، عايزه تقدميه جنب بطاطس بوريه، زي ما انت عايزه. التتبيله تحفه تحفه تحفه. الفراخ بتاعتنا اهي اللي عملناها النهارده، معلش حقك عليا كده كده كده. يلا بينا. ده حقيقي، بصوا البطاطس بتبقى نازله اصلا في الصوص اللي نازل من الفراخ،
بالشكل ده كده. حاجه سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت خالص خالص خالص، ويدينا تطعيمه ونتيجه في منتهى